الراديو 90 90 هواها مصري. مورينيو بقى بيتكلم بعد الماتش بيقول ان الولاد بيقول على اللعيبة الولاد اجتهدوا واستحقوا نتيجة مختلفة، يعني ما يتغلبوش، على الاقل كانوا يتعادلوا. قال تصريح مهم قوي اقف عنده وعقب عليه كمان. قال لم يتواجد فيلايني لتغيير مسار المباراة كما فعلنا في كثير من المرات. فيلايني يا مورينيو؟ متأكد؟ فيلايني ممكن في كورة يلعبها بالهيد، بيلعب هيدين كويس، بس فيلايني يغير سير مباراة يعني راحت منه شوية مورينيو. بيقول كمان ان اليوفنتوس كان في مستوى مختلف في الجودة والاستقرار والخبرة والمعرفة، وبعد القرعة عرفنا، مورينيو بيقول عرفنا ان احنا وفالنسيا هنتصارع على المركز الثاني، وهو ده اللي بنحاول نعمله. ليه بقى بيقول كده؟ لان في صحفي سأله قال هو اليونايتد محتاج لعيبة علشان يوصل لمستوى اليوفي وبرشلونة ومدريد والسيتي؟ يعني هل انت عايز لعيبة؟ هل الفلوس في مشكلة عندك في الفلوس؟ هو قال اه. ليه قال اه؟ قال علشان اوصل للمستوى ده انا محتاج ان انا يبقى عندي لعيبة. ليه؟ بيقول على ماتزوكيتش وديبالا وجابوا رونالدو، بيكلم على اليوفي يعني، فهو بيرمي يعني بيلقح كلام يعني على مان يونايتد ان هو طلب لعيبة بفلوس كتير لكن النادي ما ساعدوش. وقال ان اللعيبة المميزة بيروحوا الاندية كبيرة او اندية معها فلوس تدفع فلوس يعني. هو بيقول لعبنا ضد اكبر مرشحين للبطولة وكان ممكن نقدم احسن من كده. وقال ان بونوتشي وكليني السيدان، بصوا بقى بيقول السيدان بونوتشي وكليني ممكن يروحوا جامعة هارفرد ويقدموا دروس في الدفاع، كانوا مذهلين جدا. لوكاكو محترف، ده اخر حاجة من لانه بدأ يكلم على لعبته وحش على فكرة. بيقول ان لوكاكو محترف مذهل وعايز يقدم كل حاجة، لكن هو مش عايش فترة جيدة، ومش بس انه ما بيجيبش اهداف، ده كمان ما عندوش ثقة في نفسه، وتحركاته مش حلوة، ولمساته للكرة مش جيدة، وما بيقومش بربط اللعب جيد مع الفريق، ولكنه مهاجمنا، مهاجم جيد وبنثق فيه. ده مورينيو. اخر حاجة المورينيو بيلوح بايديه تلاتات، شفناه مع تشيلسي في ماتش تشيلسي في البريمير ليج، قال لي جماهير تشيلسي تلاتة، انا هنا جبت تلات بطولات. فامبارح برضو راح ملوح ليوفنتوس، لجماهير يوفنتوس، قال لهم انا مع انتر جبت تلات بطولات. هو بس بيكلم عن الماضي رونالدو دلوقتي. رونالدو في الحاضر لا، مع مان يونايتد لا، مش قادر يحقق حاجة، وما اعتقدش انه هيحقق حاجة، لان سواء البريمير ليج او الشامبيونز ليج في فرق اقوى منه.